ايها الاخوه والاخوات اعضاء المؤتمر الوطني الاردني قال الله تعالى في محكم تنزيله لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف صدق الله العظيم إن قراءة متمعنة عميقة لهذه السورة الكريمة تبين لنا كيف أن الخالق المعبود حدد للراعي أي راع إذا كان له أن يقوم بمسؤولياته تجاه راعيته في أي مكان وفي أي لحظة من الزمان حدد مسؤوليته الأولية بأمرين أساسيين هما الإطعام من جوع والتأمين من الخوف وبالتأكيد فإن فهمنا العصري للإطعام من جوع لا يمكن أن يعني فتح التكايا أو توزيع الوجبات على الناس بل يعني خلق فرص العمل لكل القادرين عليه من خلال استثمار موارد الدولة وتعليم الناس وتأهيلهم وتحريك ودفع عجلة الإنتاج في سائر قطاعات الاقتصاد اما التامين من الخوف فيعني امورا كثيره بدءا من احترام حقوق الانسان وكرامته وحريته وانتهاء بتوفير الامن المادي والاجتماعي للمواطن وحمايه امن واستقرار الدوله هذه هي المسؤوليه الاوليه للقياده واقول لكم بكل الصدق والامانه انها مسؤوليه ما عادت سهله في ظل الظروف التي نعيش بل انها غدت تحديا كبيرا يدركه كل مسؤول ومطلع على احوالنا الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه فالاردن شبه محاصر والاردن محدود الموارد ونسبه تزايد السكان فيه من اعلى النسب في العالم وباختصار في الاردن بطاله وفي الاردن جوع وبالمقابل في الاردن كرامه وكبرياء وبالمقابل في الاردن كرامه وكبرياء ولدى شعبه فضائل الصبر والعزيمه وال...